استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الأصخير هذا اليوم عائلة الجبر، وذلك للسلام على جلالته، حيث رفعوا إلى المقام السامي أسماء آيات الشكر وعظيم التقدير وأوفر الامتنان والعرفان على توجيهات جلالته بإطلاق اسم ناصر بن جبر الجبر طيب الله ثراه على أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة العاصمة. وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجميع معربا حفظه الله عن اعتزازه بدور القبائل العربية التي ترتبط بحكام البحرين منذ فتح البحرين وعطائها في خدمة الوطن ومواقفها الوطنية المشرفة التي تجسد القيم البحرينية الأصيلة التي توارثها الأبناء عن الأبناء أو عن الآباء والأجداد. وأشاد الملك المفدى بما يربط أهل البحرين جميعا من محبة وتآخي وتكاتف، مؤكدا حفظه الله أن مملكة البحرين ستبقى بعون الله وتوفيقه وطن الأسرة الواحدة بين كافة أبنائها. وقد ألقى السيد ناصر بن حمد بن راشد الجبر كلمة نيابة عن قبيلة الجبر أعرب فيها عن اعتزازهم وخالص شكرهم لصاحب الجلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته الكريمة بإطلاق اسم ناصر بن جبر الجبر على أحد الشوارع الحيوية بمنطقة العاصمة، والذي يجسد أسمى معاني الوفاء والتكريم والتقدير من لدن جلالته حفظه الله تجاه رجالات مملكة البحرين الأوفياء والمخلصين، وتخليدا لذكراهم وتقدير لعطائهم تجاه الوطن وقيادته الحكيمة. وقال إنه بهذه المناسبة تؤكد قبيلة المغفور له بإذن الله تعالى بأن توجيهات جلالتكم السديدة في تكريم أبناء الوطن ليست بغريبة على جلالتكم، نظير إسهامهم ومشاركتهم في خدمة الوطن وبناء المجتمع لتكون لذكراهم صورة عميقة المعنى في نفوس جميع المواطنين، مؤكدين أننا سنظل نسير على نهج جدنا رحمه الله والذي تعلمنا منه الكثير من معاني الانتماء والإخلاص والعمل الوطني. ودعا الله أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعى ويسدد خطاه بكل ما فيه خير وازدهار وتقدم مملكة البحرين وشعبها الكريم.